ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة هذه غادي نحاول ندير لكم الشرح ديال القب، كيفاش نعمروا القب وكيفاش نركبوه والطريقة اللي غادي نعملو. تلاحظوا معنا هذا هو القب، هذا بعد ما عمرناه يعني خدمناه من هنا، هو عامر. هذا هو الداخل ديالو، يعني كنعمرو على الوجه الداخل ديالو، ماشي الوجه ديال برا. ديال برا هو هذا، كيكون على كيعمر هو على الوجه ديال الداخل، ثم كنشدو هذا الوجه ديال الداخل كنخيطوه من هنا، كنخيطوه على الوجه ديال برا. قرب الكاميرا لتحت، الكاميرا تشد على الخدمة. كنخيطوه هكا، كنجيو حتى لهنا، تبقى مثلا واحد 6 سنتيم ولا 10 سنتيم. كنديرو مارشاريان بحال هكا، ثم كنقطعو الخيط وكنرشمو هنا واحد شوية. غنوريكم علاش. كنقلبو القب بحال هكا، كنخرجو هاديك 10 سنتيم اللي رشمنا، كنخيطوها في الجهة الأخرى، الجهة ديال الداخل. كنجيو حتى لهنا، كنخلو واحد سنتيم تقريبا على حساب الشوشة، في كنركبو الشوشة باش ملي كتصلح جلابة وكنبغيو نركبو الشوشة كنلقاو هاد البلاصة مفتوحة، كنركبو الشوشة ونخيطوها، يعني باش كنسهلو علينا، تكون طريقة باش تكون خدمة متقونة. هاهما كيف كتشوفو هنا، يعني هنايا هادي علاش درنا ليها هكا، باش ملي كيتقلب القب هكا القنتي ما كيبقاش فيه السورج يبين هنايا، هادي علاش درنا هاد الطريقة هادي. دابا غادي نعمرو هاد الوسط ديال القب. هو ماكسيموم مثلا كتعمر الجناب هنا، كتعمر الجناب وكتعمر الوسط. هاد الكليانة هادي ما بغاتش تعمر الجناب من هنا، بغات تكون غير متني غير خياطة. هنا في غنديرو ليها الكابلي، الوسط ديال القب هو فاش غنديرو الكابلي. الطريقة ديال القب راه فات شرحتها شحال من مرة، ولكن ربما الفيديوهات الاولين كان عندي مشكل ديال التصوير، ما كانش داكشي واضح مزيان، وطلبوا مني الناس باش نعاود نشرح ليهم، نعاود نحط ليهم فيديو بالشرح يكون واضح وباين. هذا علاش انا عاودت هذا الفيديو. هذا ها هو كيف ما كتشوفوا هنا، عمرناه كنخدموا على هذا، كنقطعوا دائما الفينيسيو، دائما فينيسيو خص يكون داكشي مفيني مزيان. كنرشم واحد شويه هنا، كنرشم واحد شويه هنا تقريبا واحد 0.5 سنتيم، ماشي بزاف. كنخلو هاد التوب، علاش كنخلوه هنا بزاف، علاش خلينا التوب هنا بزاف، انا غنشرح لكم علاش. ممكن مثلا نتنو التوب على هنا، نتنو غير بحال هكا ونخيطو من هنا، لكن انا خليت التوب هنا بزاف، يعني غادي تعرفوا نتوما علاش انا خليت التوب بزاف. من خلال الشرح غادي يبان لكم هذا الشيء. هنا كنطغوا تقريبا 0.5 سنتيم، ماشي بزاف، 0.5 سنتيم او اقل، المتوسط هو 0.5 سنتيم تقريبا. ماشي مشكل تنخلو 1 سنتيم الى خلينا، ماشي مشكل كيتقطع، ولكن بغينا حنا نختصروا الخدمه، خلو غير 0.5 سنتيم باش ما نبقاوش نقطعوا الثوب. شو معاه بحال هكا، لان لكان مثلا فيه الكابلي من هنا، راه كندوزو الكابلي نفس الطريقه، هي كندوزو الكابلي كنطوو هاد التنيه الطاويه اللي طوينا وكندوزو لها الكابلي. علاش قلت لكم انا خاصكم ديروا الطو غير 0.5 سنتيم، ما طوش بزاف، لان لا طوينا سنتيم خصنا ضروري نقطعوا على حساب الخياطه. الزياده كامله اللي شيطه كنقطعوها، كنخلو غير الخياطه حتى كنقربوا الخياطه،
لان لا ضربتي على الخياطه غادي تحل الخياطه. ثم دابا جينا المرحله كيفاش غنلصقوا هذا القب مع الجلابه. كنكونوا اصلا هنا، يعني هنا كنطراسو باش يجونا مقادين سهلوا علينا هذه القضيه. هذه الطريقه سهله، كنطراسو هنا. الطراساج هو اللي كنحطو فيه، هو اللي كيجي فيه هنا هذا القب، كنديروا ليه بحال هذا الشكل هذا. يعني الوسط ديما انا الوسط تاع ملي كنكون مفصل، الوسط ديال التقويره ديال الظهر دائما كتلقاوني كنطراسيها بحال هكا، كنكرانيها بالمقص. علاش كنكرانيها؟ على حساب الطريقه هذه. ملي كنبغي نركب القب كنشد من هنا، كنمشي مع الطوق حتى الوسط، خاص ضروري هذه تجي في الوسط. الا ما كنت مكراني نقدر نجيبها هنا، ولا نقدر نجيبها هنا، غادي يجي القب عوج، القب ما يبقاش يثبت. يعني السيده ملي كتلبس الجلابه دائما القب كيبقى يمشي ويجي، كيبقى ديما طايح لشي جنب. الا ما كانش راكب في الوسط كيبقى القب ديما رايغ لواحد الجهه. اما الا كان القب كيجي في النقطه ديال الوسط بحال هكا، الوسط ديال التقويره مع الوسط ديال القب، الوسط تاع التقويره مع الوسط تاع القب، كيجي داكشي هو هذاك. يعني كيجي القب مقاد ومزيان، ما كيطيح حتى الجهه. كنمشيو معاه بحال هكا، يعني سنتيم تقريبا اللي كنشدو في خياطه. الرشمه اللي رشمنا قبيله هي هذه، كنحطو معاه هذا باش كيجي بحال هكا، يجي مقاد، غادي مقاد مزيان. هذه الطريقه السهله ديال تركيب القب. كاين طريقات بزاف غادي نطرقوا لهم كل حلقه ان شاء الله. انا تنوعدكم كل حلقه ان شاء الله غادي نوريكم طريقه، يعني ما كاينش غير هذه الطريقه بحدها، كاينين بزاف طرق ديال التركيب ديال القب. انا ان شاء الله كل مره غادي نطرق لكم الشرح. دابا ملي خيطنا هاد سنتيم بحال هكا، راكم شفتوا تبعتوا معايا الطريقه، يعني غنجيو هنايا وغادي نحيدوا هاد الزياده هذه حتى تنقربوا، نخلو واحد 2 ملم تقريبا بعيده على الخياطه. طريقه سهله وبسيطه، يعني ما كتطلبش يعني مجهود كتير. هذه من اسهل الطرق، كاينين طرق بزاف لكن انا كنخدم بهذه الطريقه لانها كتجيني اسهل الطرق واسرع الطرق ديال التركاب ديال القب هي هذه. هنا كنديروا مارشاريان. الا ما بغيناش نديروا مارشاريان على هاد الخدمه، ما كنديرش مارشاريان تما، كنفوتوها حتى لهنا وكنديروا مارشاريان باش ما كتبقاش هذه خيطة. لنفريد مثلا كاينين طريقات بزاف ديال القب، ماشي غير طريقة واحدة. ان شاء الله انا كنوعدكم، و الا قلت لكم شي حاجة مثلا غادي نحط لكم شي فيديو ديال شي طريقة، راه غادي نحطو لكم، خصكم غير تتبعوا معنا الدروس. انا بعض المرة كنحط شي درس و كيعاودو يسولوني عليه، كيتصلوا بيا الناس كيسولوني على داك الدرس، هو فات ليا مثلا حطيته في القناة، لان اكثر الناس كي مثلا كيشوف كيشاهد فيديو واحد لكن ما كيشاهدش الفيديوهات الاخرين. يعني يمكن لي يدخل القناه ديالي ويشوف جميع الفيديوهات، ولا ما لقاش شي فيديو هذيك الساعه يمكن لي يتصل بيا ونحطو لكم في القناه على الراس والعين بكل فرح. هنا احنا وريناكم الطريقه ديال التركاب ديال القب هي هذه. علاش قلت لكم قبيله بانني خليت هنا الزياده كثيره؟ لان ديما تنقول لكم اللي كنكون مفصل كنقول لكم جلابه الا كان فيها طروافيل زواق دائما كنخلو لها الصمتات عراض باش كيغطوا لينا هاد الفيزلين اللي كنحيدو من هنا، كيبقى لاطراس، يعني كيبقى لاطراس ديال الفيزلين. ملي كندوزو هاد الثوب هكا كيغطي لينا هذاك لاطراس، ملي كيتنا القب بحال هكا ما كيبقاش يبان لينا الفيزلين، لان اللي درناه من هنايا غادي يبقى يبان لينا الفيزلين كما كتشوفوا. هذه مخدومه غير بالكابلي والدبانه، ولكن الا كانت مخدومه بالسفيفه والدبانه مثلا غتجينا عريضه حتى لهنا.
يعني غيبقى يبان لنا الفيزلين حتى لهنا، يعني دائما خصنا نخلو الصمتة عريضة على حساب الطريقة ديال سميت الطريقة ديال الزواق. هنا ملي كنسالو كنقيسو هاد كنقادو هاد الصمتات هادو وكنديرو لهم كنزيكزاكو عليهم شوية باش ما كيبقاوش يتنسلو لينا من الخيط، نقادوهم بحال هكا كنديرو لهم زيكزاك. كنزيكزاكو عليهم وكنقطعو هاد الطرف اللي شاط كنقطعوه، يعني ما غاديش نستعملوه، يعني ماكسيمو كان تبقى عندنا مثلا كنشدو 7 سنتيم اللي كنخلو في الصمطات، والما تبقى لما اللي بقى كنخلوه لداخل، يعني باش كيتبقى بحال هكا. ولهذا انتهى الشرح ديالنا، ونتمنى نتلاقى في شي شرح اخر جديد. ما تنساوش دائما 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 الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وما تنساوش دائما اي فيديو استفدتوا منه حاولوا تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ويكون لنا الخير، يكون لنا الجزاء كاملين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.